السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام احمد. هنبتدي درس جديد ان شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليدورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه باسكت بول. هنشوف هنبدأ نرسمها ازاي. هنفتح الفرونت بلين واقول له سكتش عليه، و هيجي ارسم ميد بوينت لاين من الميد بوينت من هنا واطلع بيه رأسي كده. هبدأ بعد كده احط له سمارت دايمنشن ان الطول بتاعه وليكن 240 مليمتر بالمنظر ده، وهقول له بعد كده ارسم سنتر بوينت ارك. سنتر بوينت ارك السنتر بتاعي من هنا، الستارت بوينت للارك هنا، الاند بوينت هنا، واقول له اكزي سكتش، واقول له ريفولف للكونتور ده حوالين الاكسس ده وعلى 180 درجة، واشيل السين فيتشر واخلي ريفرس دايركشن واقول له اوكي على كده. هبدا اسيبه مثلا عشان الرسمه بس ما تعرفش مني على الديسكتوب باسكت او بول، اقول له سيف. هبدا ارسم بعد كده على السطح ده، اقول له سكتش، اقول له نورمال 2، وابدا ارسم ريكتانجل سنتر بوينت ريكتانجل من هنا لحد هنا كده مثلا، واخلي كله هيدن لاين او سنتر لاين او كونستراكشن لاين. كونستراكشن، واخلي الطول ده يساوي الطول ده، احدد على اتنين واقول له الاتنين ايه ايكوال كده، واظبط لي الريكتانجل بتاعي. طيب هبدا بعد كده ارسم ستايل اس بي لاين من النقطه دي للنقطة دي، دي كده. هبدأ بعد كده اتك على الاس بي لاين ده وهقول له من هنا 3، هزود الكيرف ديجري 3 واقول له صح على كده. تمام. طيب ممكن احط دايمنشن الكيرف ديجري دي، احط مثلا ان طولها تكون 17 مليمتر بالمنظر ده كده. خليها هوريزونتال تمام، ونخلي النقطة دي على اللاين ده او اللاين ده النقطة دي كونسيدنت، واخلي النقطة دي واللاين ده ده برضو كونسيدنت. بكده انا عدلت ايه، عدلت اللاين اللي معايا. هقول له سنتر لاين وابدأ ارسم سنتر لاين من هنا كده عشان اعمل حق عليه ميرور. المنظر ده اقول له mirror entities واختار ال SB line واللاين الصغير ده، اقول له mirror about اللاين ده، خلي ده لاين عادي. تمام كده. تمام. هبدأ اقول له بعد كده curves، اقول له اكزي سكتش، فيتشر، كيرفز، اختار، هاجي هنا اعمل ايديت سكتش تاني وهرجع في الفيتشر اقول له كيرفز واقول له سبليت لاين،
تمام كده. خلي هنا projection وال current sketch ده واحطه على السطح ده واقول له صح كده. انا عمل لي ايه؟ عمل لي اللي هو السطح اللي فوق وعمل لي اللي تحت. طب انا نسيت احط ده كمان، انا عايز اعمل للكيرف ده او اللاين ده، تمام. فانا هاجي هعمل edit sketch هنا المنظر ده كده، واختار اللاين ده واقول له normal 2 واخليه سوليد لاين عادي، اشيل فور كونستراكشن تمام. وهاجي اقول له او ممكن ارسم كمان بالمره لاين من هنا، اخليه ميد بوينت لاين كده، واقول له فيتشر اقول له سكتش على طول، هيتحول على طول السكتش بتاعي للشكل ده كده تمام. هاجي دلوقتي ارسم على السطح ده اقول له نورمال 2 وارسم اس بي لاين او ارسم اليبس الطول بتاعه من هنا لهنا 1.5 ومن هنا لهنا 3 ده كده 3 تمام كده. هاجي اعمل بعد كده سيركلر باترن للسكتش ده، على كام واحدة؟ على 180 درجة وعددهم 5 وقول له صح بالمنظر ده كده، وقول له the sketch واجي من هنا ارسم 3D sketch هنا كده، واجي اعمل convert entities لده وده وده وده، عم كونفرت بقى للخطوط كلها تمام كده، واقول له صح المنظر ده كده. هاجي بعد كده اعمل اطلع من 3D sketch فيتشر سويب كات سيلكشن، اجي من هنا سويب كات من البروفايل اقول له سيلكشن مانجر اقول له مثلا سيلكت الدائرة دي اقول له صح، ومن هنا برضو اقول له selection manager للباص ده اقول له صح. وانا كده عملت ايه؟ عملت للباص ده اقول له صح على كده، هعمل نفس الكلام تاني اقول له برضو sweep cut اقول له من هنا selection manager اقول له show للسكتش ده اقول له sweep cut selection manager البروفايل ده قوله صح مع الباص ده سيلكشن مانجر الباص الباص ده
كده كله صح، كله صح تمام. هاجي اعدل في ده، اقول له دي سيليكشن، اختار ده كمان معايا وده كمان معايا ده كمان معايا، واقول له صح. تمام هاجي بقى اقول له برضو سويب كات، هنا سيليكشن مانجر بده، اقول له صح مع البروفايل هنا سيليكشن مانجر بروفايل ده. اقول له صح كده، فاضل لي اللي هي اللي تحت دي، اقول له سويب كات برضو سيليكشن مانجر ده، اقول له صح. وهنا سيليكشن مانجر للباص ده وده كمان، اقول له صح واقول له صح على كده. ممكن اخفيه بقى السكتشات دي، اقول له هايد لده، اقول له هايد لده وهايد للثري دي سكتش. تمام كده هاجي بعد كده اعمل شيل على 2 مللي مثلا للسطح ده، واقول له شو بريفيو، واقول له صح. انا كده عملت ايه شيل للكورة بتاعي بتاعتي. تمام هبدأ بعد كده ممكن اعمل فيلت، على 1 مللي لل الجات كلها، واقوله صح. ممكن خلينا من 1 من 10 تمام كده. هاجي بعد كده فرونت بلين هنا اتك عليه واقول له ميرور لكل الحاجات اللي فاتت دي كلها. الريفولف والسبليت لاين والكات سويب اقول له صح. تمام كده هاجي بعد كده اظبط بقى الماتيريال بتاعتي، هفتح من هنا قائمة appearance ممكن ناخدها مثلا بلاستيك ممكن نخليها كده، وغير اللون بتاعها من هنا اللون ده مثلا. المنظر ده وهو كده، احط برضو بلاك
الفيلت ده حطه كله مانوال بالمنظر ده كده. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. كده انا رسمت اهي الكره اللي معايا تمام. باسكت بول. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سودوركس عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدروس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.